بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم ده الملك تشارلز ملك بريطانيا ودي الموزه اللي معاه المره اللي اسمها كاميلا الراجل ده برج العقرب العقرب بيترسم كده اهو طيب اوكي وده برج السرطان يعني الاثنين ما ايه يعني انت فاهم دي برج السرطان الكولت وده برج العقرب المحترم فالقصه كالاتي ان اخونا في الاسلام وفي الايمان ده خان ديانه مع المره دي يعني المره دي كانت متجوزه وبعدين مش عارف بقت مطلقه وكان ماشي معاه وخان ديانا بسبب المره دي المره اللي اسمها كاميلا دي خان زوجته اللي اسمها الاميره ديانا وماتت اميره ديانا وكلام زي كده فانت لو جيت تشوف الزوجات هو كان عنده زوجه اسمها مكتوب هنا ديانا اميره ويلز ودلوقتي كاميلا الملكه القرينه السؤال بقى السؤال الغريب تشارلز الثالث عرفنا ان هو برج العقرب اوكي ديانة كل الشعب عارف ان هي برج السرطان الكوليد اوكي الغريبة ان كاميلا نفسها برج السرطان اشمعنا انت بقى يا برج العقرب حبيت كاميلا وما حبيتش مين وما حبيتش المرة اللي اسمها ديانة يعني ديانة برجها سرطان وكاميلا برجها سرطان ايش يفرق ديانة عن كاميلا ما دي مرة ودي مرة ودي بيضة ودي بيضة ودي حلوة ودي حلوة وبعدين دي يعني عشان قدام الناس ان دي ما كانتش متزوجة قبل كده بس دي مطلقة سبحان الله بعد ما ماتت يعني سبحان طبعا هو اكيد يعني انت مش بش... يعرفش نقولها كيف بس هو اكيد كان بينط على كاميلا دي من يوم يومه يعني من يوم حتى في شهر العسل مع ديانه كان كان محتفظ بصور كاميلا وهو بيقرا الكتب وهو بيقرا الكتب ماشي يقول لك اجمل قصه حب انت فاهم وهو بيقرا الكتب في شهر العسل مع ديانه برضو قاعد يعني تفتح الكتاب تلاقي فيه صور كاميلا 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 دي طلع لنا زي الهس هس وزي الكابوس في حياة ديانة ديانة نفسها طفح بها الكيل وقالت له شوف يا خرونج انت انت احنا لازم نطلق عشان انت ما ينفعش ايه ما ينفعش انك تخني مع كاميلا ما عندناش الا كاميلا دي في الطلعة وفي النزلة الاشكال دي اللي اسمه تشارلز وكاميلا والعيل دول لو لو كتبت جنب اسمه كده بس موقع أستر وثيم هيطلع لك خريطته يعني مش مش خريطته مش سر حربي ولا حاجة فاكتب هنا كده جنب اسمه أسترو ثيم هيطلع لك ودوس كده هيطلع لك الخريطة بتاعته تشارلز الثالث والمرة اللي اسمها كاميلا والمرة الثانية اللي اسمها ايه؟ والمرة الثانية اللي اسمها ديانا هنشوف بس كده واحدة واحدة هو مولود 14 نوفمبر نوفمبر 48 نفس السنة اللي اسرائيل اعلنت فيها قيامها و9 و بي ام ومولود في لندن يلا نروح نشوف البيانات دي نطابق مع بعضينا 14 نوفمبر 48 تسعة و14 مساء ولندن يبقى لما تيجي تكتب اي خريطه في الحياه لازم تعرف ان هي بتتكون من تاريخ ميلاد ساعة ولادة مدينة ولادة تاريخ ميلاد 14 نوفمبر 48 ساعة الولادة 9 و 14 دقيقة بي ام وطبعا ده ملك يعني من الاسرة الحاكمة اسرة ويندسور في بريطانيا ومش عارف ايه وعنده مستشفيات وممرضات وحركات فكاتبين ساعة ولادته صح يعني الادمي ده ساعة ولادته صح 14 نوفمبر 48 تعالى كده وهو طالع الاسد ما شاء الله ما شاء الله طالع الاسد مره امه كانت قمر الاسد والسرطان بالنسبه له يمثل البيت ال 12 بيت المستحيل سبحانه اتجوز واحده والواحده الثانيه عمل قصه حب فنكوشيه عشان يتجوزها عنده الزهره في برج الميزان وعنده مش عارف ايه هنشوف كل حاجه دلوقتي يلا روح نجيب خريطه المره اللي اسمها ديانه والمره الثانيه اللي اسمها كاميلا هنا كده أشهر خريطة في العالم البرنسس اوف ويلز الأميرة ديانا نفسها معروفة 1 جولاي 61 و7:45 بي إم ساعة ولادتها البت معروفة ومولودة في الاسم الاسم اللي أنا مش عارف أنطق ده ساند رينجهام في ساند رينجهام ماشي اسم المدينة برضو نروح نحط البيانات بتاعة المرة اللي من برج السرطان اللي اسمها الأميرة ديانا 1 يوليو 1971 1961 7:45 بي إم آه المكان ده اسمه ساند ايوه ساندرينغهام انا ليه مش حاططها ساندرينغهام فين ساندرينغهام دي ساند لان شكل ما لقيتهاش مش موجود عندي فحطيتها المدينه القريبه منها مش هتفرق معانا المهم ان المره دي طلعها طلع القوس يعني ديانه معروفه ان هي طلع القوس انزل تحت كده اما نشوف هي طالع القوس ولا طالع عيش المره اه طالع القوس الدرجه 18 هتلاقيها طالع القوس الدرجه 18 تعالى هنا كده خش على الاي خش على الهاوسز هتلاقي هنا برضو احنا عاملينها طالع القوس الدرجه 18 حلو حلو يبقى دي المره رقم اثنين تعال نشوف المره رقم ثلاثه كاميلا نجيب بيانات خريطه ونجيب تفاصيلها عشان نحط الخرايط كلها مع بعضيها خريطه الملك تشارلز الثالث جنب خريطه الزوجه الاولى ديانه جنب خريطه الزوجه الثانيه كاميلا دي من برج السرطان ودي من برج السرطان احنا قاعدين خمس دقائق دلوقتي بس عشان نطلع البيانات بتاع الخرايط معلش دي الملكة كاميليا، كاميليا كاميلا كله زي بعضيه، من من دي اللي دي قلب لا تحسن. 17 جولاي 47، الله! ده أكبر من الراجل، أوكي، يعني عنده ما يقولوا آه تتجوز واحدة أكبر منك لا? أوكي، 17 جولاي 47، ماشي، سبعة وعشرة صباحا، ومولودة في لندن اللي هي لندن، حلو، خش بقى في الموضوع على طول عشان إيه، إحنا طولنا، ده تشارلز، ماشي؟ ونيجي هنا كده نختار من النتل داتا 2 نختار منها ديانه حط ديانه اوكي وخش هنا كده اديني السينستري تشارت السينستري الخريطه التوافقيه حلو حلو سيلكت دي كده خريطه تشارلز ماشي الملك تشارلز الثالث والبت ديانه تعالى بقى اما نشوف الواد ده كان زعلان منها ليه وهي زعلانه منه ليه وايه الكلام في رجلين الحمام طبعا خريطه معقده بنت 66 كلب بس احنا هنحاول نفكفكها شويه شويه اول شيء هي هو متجوز من واحده برجها سرطان في بيته ال 12 فهو ما كانش بيشوفها او كان بيشوفها بصعوبه او يعني هو هي بالنسبه له حاجه صعبه او حاجه مش مفهومه ومريخها في العذراء وده قد يكون مؤشر على دلاله كرميه لان مريخها جنب زحله بيحاول يكسر في اشياء وهو كان رافض الشيء ده اول مشكله دلوقتي. تاني مشكله ان هو ظهرته في الميزان مربع شمسها وعطاردة طب والمره الثانيه ظهرته برضه ميزان مربع شمسها اكيد ولو عندها كواكب تاني اوكي احنا دلوقتي احنا بشوف احنا هنخش على جدول الاتصالات كمان شويه. الزهرة تربيع الشمس يبقى زهرة الملك تربيع شمس الديانة نفس النظام زهرة ديانة في الطور ضد الشمس بتاع تشارلز في العقرب طيب يبقى ده الزهرات مع الشموس مش عاجبة بعضيها وده اللي بيؤدي انه ما فيش حب يعني ما بين يعني طريقة الحب تختلف مع طريقة الشخصية او الشخصية تختلف مع الحب اوكي ديانة عندها القمر في, الط... في فين بقى ديانة ده عندها القمر في الدلو ازاي ده بقى اوكي يعني ازاي بقى؟ اه داينا عندها القمر في الدلو، الخرنج ده عنده القمر في الطور، اوكي يعني قمر الدلو ده يعتبر عامل تربيع مع قمر الطور ده بشكل عام، القمر تربيع القمر، اوكي الزهره تربيع الشمس مفهوم طب المراريخ، اوكي ده مريخها في, بو... في في البرج الترابي وده مريخه هنا في برج القوس الناري، الواد ابن هرمه ده عنده المشتري في برج القوس برضو. والله حلو 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 يا حلو، اوكي المشكلة ما فيش هنا دلالات مشاكل كتيرة اوكي زحل البيت دي في الجدي في بيته التاسع في بيته السادس ففي مؤشرات سلبية دلوقتي الزهرة تربيع الشمس القمر تربيع القمر آه الزهرة مقابل الشمس آه ممكن المريخ تربيع او المريخ اقتران زحل زحل في البيت السادس كل دول كده يعتبروا مؤشرات وجود الشمس وعطارد في البيت ال 12 كل دي مؤشرات سلبيه يعني في كم مؤشر سلبي ها يعني واحد اتنين تلاتة تك تك في في مؤشرات سلبية ماشي وما فيش بقى اقترانات بقى يعني ما فيش اقترانات ما فيش الشمس مع القمر الزهرة مع المشتري الزهرة مع القمر ما فيش بقى يعني لو جيت اسحب الشاشة كده يعني عايزين الشمس مع القمر ما فيش عايزين القمر مع الشمس برضه ما فيش عايزين القمر مع الزهرة ما فيش الزهرة مع القمر الزهرة دي الزهرة دي مع القمر ده الله والله موجودة اهي والله ما شاء الله هو الولا الولا فين الولا قمره في الطور حلو والبت زهرتها في الطوق والله حلو بس بعاد عن بعض يعني كم هنا وكم هنا الزهره هنا في الدرجه 24 وقمره هو في الدرجه صفر ففي 24 درجه في ما بينه بعاد عن بعض المفروض ان دي دلاله التوافق على فكره المفروض ان دي دلاله التوافق طيب تراجع المشتري في البيت السابع وهي البت قمرها في الدلو في بيته السابع يعني هي حول الله حرقت نفسها وحاولت إن هي تتجوزه وحاولت إن هي تكون حلوة معاه وحاولت إن هي تكون زوجته بس يبدو إن هو طفح بها الكيل ودي وديانة طفشت من ديك أبوه بس خلفت له عيلين يعني طيب. المهم دي خريطة زفت الطين أما نروح نشوف الخريطة اللي بعدها المشتري هنا مش هناخده في الحسبان المشتري هنا في القوس ودي كواكب في السرطان مش هتفرق معانا في حاجة لأن هما مش محور واحد المحور ده ده محور الجدي السرطان وده محور القوس الجوزاء فالمحورين مش يعني مفيش بينهم كواكب توصلهم لبعض فمش هيفرق معانا في حاجه. اوكي. تعال نشوف الخريطه الثانيه. الخريطه التوافقيه مع المره اللي اسمها كاميلا او كاميليا. كاميليا كاميلا كله زي بعضه كاميلا. او كاميليا. اوكي. شوف يا معلم بقى، شوف القصص، شوف شوف الـ شوف الـ شوف الفانتازيا، شوف. يعني انا انا والله انا استغربت العلاقه دي. اول شيء سبحان الله المريخ هنا في برج القوس ضد المريخ في برج الجوزة والمفروض ان ده مؤشر سلبي جدا في العلاقة وبالفعل العلاقة تقطعت عدة مرات يعني ماشي هتلاحظ انه هنا البت دي عندها اربع كواكب في السرطان يا مرة بنت الكلب يعني المرة اللي اسمها كاميليا دي ولا كاميلا هي وش اسمها الصحيح المعرة صديق ثواني يعني زي ما انا بقول كاميلا 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 اه كاميلا كاميلا اه حسب النطق يعني المهم المره الحربوعه دي المره الحربية دي اللي ضحكت عليه وخلته يتطلق من ديانا عندها اربع كواكب في السرطان يعني اللي هو ايه ديك ام الدلع بتاع كواكب السرطان وتتدلع عليه كل شويه وما ينفعش تسيبني يا تشارلز اخويا وتروح تقعد مع البنت ديانا لا لا شر... لا تشارلز اخويا سيبك من ديانا وتعالى اقعد معي فالمره عندها اربع كواكب في السرطان شمس سرطان قمر سرطان عطارد سرطان زهرة سرطان حاجة يعني بنت كلب وسبحان الله المريخ عندها في الجوزاء الراجل اللي هيتجوزها هو متجوز ديانة ومتجوزها هي يعني هي زوجة هي زوجة تانية أو هي العاشقة السرية يعني ديانة الزوجة الأولى وهي العاشقة رقم اتنين فهو عندها زوجها وه وهي برضو ما شاء الله مشبكة مع راجلين يعني هي دخلت في, دخل في شبكة علاقة شبكة شبكة كده أهو خطوط رأسية وخطوط أفقية هي بتحب ده وده بيحب ده وده بيحب ده كله متقاطع ومتداخل مع بعضه وعندها زحل في بيته الاول ومع ذلك حبه ومات عليها وبعد ما طلقت وطلق مرته الجوازة انا عايز اعرف ايه السر وظهرته في الميزان عامله تربيع مع معظم الكواكب اللي عندها في السرطان لو جيت شفت كده الظهر هنا في الميزان عامله تربيع مع شمس السرطان وقمر السرطان وعامله تربيع مع عطارد السرطان يعني كل الكواكب يعتبر مربع معاه وبرده نفس النظام الزهره هنا تربيع الزهره لو جيت شفت هنا فين الزهره هنا الزهره في برج السرطان وهنا الزهره في برج الميزان ومع في برج الميزان ومع ذلك مربعين بعض لو جيت شفت جدول الاتصالات هتلاقي ان جدول الاتصالات كله يعني مخرتق اتصالات سلبيه وبالفعل المره دي ما ما جابتلوش خير في حياته يعني وش الخير اللي شافه منها يعني لو جيت شفت هنا كده جدول الاتصالات الله معلم نظبط بس كده الشكل عشان ايه تطلع الدنيا حلوه معانا نيجي هنا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو ونغطي ده كده اهو ده كده جدول الاتصالات من زحل لحد زحل ونشوف بقى القصه دي هتمشي ازاي انت دلوقتي عندك كام اتصال سلبي؟ واحد أحا ايه الرقم ده؟ ايه البتاع ده؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تمن اتصالات سلبيه حلو. حلو. كم اتصال ايجابي بقى؟ كم اتصال ايجابي كده بالاخضر؟ بالاخضر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ماشي أوكي، إحنا قلنا مين الأكثر، ستة هو م إحنا مين الأكثر؟ إحنا قلنا سبعة إيجابي. طيب؟ وكم سلبي؟ سلبي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أيوه، واحد، اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وثمانية سلبي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ايوه واحد اثنين واحد اثنين اربعه خمسه سته سبعه تمانية وثمانيه سلبي طبعا العلاقه مشت شويه وبعدين استنوا لحد ما ديانه تموت او او يغتالوها المخابرات الفرنسيه والمخابرات البتنجانيه واغتلوها في لندن ولا اغتالوها اغتالوها في اغتالوها في فرنسا وموتوا المره هم ليه قتلوا ديانه؟ ديانه دي كانت عايزه تعمل لهم حاجه اسمها اختلاط النسب كانت هتتجوز محمد دودو الفايد ابن دودو الفايد الواد الخرنج ده زي ابوه وقتلوه مين انت عشان تروح تتجوز واحده مخلفه عيلين لملك بريطاني أو حفيد أو ابن الملكة، ابن الملكة تروح أنت دائت بيك الدنيا، مفيش نسوان إلا ديانة وكمان ديانة حامل منك يا يا المصري يا ومسلم كمان، ده أنت ناقص تدخل ديانة في الإسلام. طيب وهيسيبوك هما تعمل حاجة اسمها خلط نسب وما خلط نسب، يعني دلوقتي نسب المصري، المصري محمد دودو الفايد أو دودو الفايد محمد أو ابنه، الراجل ده دي دي ديانة. وهو محمد دودو الفايد. ده بريطاني. وده مصري الطعميه ده كان عايز يعمل خلط نسب ما بين الملوك وعائله الملوك وما بين الطعميه فقالوا له طب انت تاجر انت عندك فلوس انت ما عندكش فلوس ده مش قصتنا في الارض وما عليها كانت تحت المملكه البريطانيه ولا بريطانيا العظمى فانت جاي في المحشي وفنش المرأة حول الله وصاحبنا طبعا كانت بمباركه الكلوت ده فدلوقتي انا كنادي الزمالك انا ما عنديش اي مؤشرات جيدة بشكل قوي انه كيف العلاقة دي ماشية صح العلاقة دي ماشية ببركة دعاء الوالدين الحاجة الوحيدة اللي تخلي العلاقة دي تنجح هو المشترك طران الشمس يعني انا دلوقتي لو جيت سألتني ليش في حاجة غلط ليش تشارلز ماشي مع كاميل انا والله مش عارف انا كمحمد والله مش عارف انا نفس ذات نفسي مش عارف هل كاميلا بتدلع عليه هل كاميلا انسان ناضجه وده بيحب الانسان الناضج يعني ده مواليد 1948 وده مواليد 1947، هل لأن هي من نفس السن وقريبة منه في السن فهو بيحب النسوان اللي سنها كبير مثلا يعني؟ هو عايز إيه بالظبط؟ هل كاميلا خيالية أكتر من من ديانة يعني؟ ما هو أنت لازم إيه السبب اللي يخليك تحب كاميلا وما تحبش ديانة؟ فلكيا طيب، ما سبب فلكي أنا ما عنديش سبب فلكي، وممكن يكون في سبب فلكي بس أنا ما أعرفوش. يعني فين جونو هنا وفين جونو؟ ده جونو عنده في برج الحمل وده جونو في برج القوس هل لان جونو هنا القوس وده عنده مر... مشتري القوس فهو كان الزوج المثالي اه يعني ده ده, ده كويك. بس انا ما اقدرش اعتمد على كويك يعني انا ما اقدرش اقول ان جونو اقتران المشتري في القوس ده دلاله الزوج المثالي وان ده الملك والملكه والكلام ده اوكي بس برضه ما ينفعش نعتمد على الموضوع ده هتقول طالعها تعالى نشوف دي طالعها فين ودي طالعها فين احنا نسل... نسل نشوف موضوع الطالع ده كده كده احنا معانا ديك ام الخرايط وهنشوف ديك ام الخرايط فين أه سبحان الله الاثنين طلعهم اسد يعني كاميلا وتشارلز الاثنين طلعهم اسد برضو ده مش حاجه تؤكد انه لازم الاثنين يحبوا بعض الاثنين نفس الطالع طالع الاسد ده مش مش حاجه يعني مش مؤشر المريخ ضد المريخ المفروض ان ده بلا بلا ازرق يعني ده تناقض كبير جدا في الخريطه الزهره بتربيعتها برضو تناقض كبير جدا في الخريطه ايش اللي يخلي الاشكال دي تحب بعضيها مفيش الا حل واحد ان مشتري البت كان في العقرب وهو شمسه في العقرب وإن المشتري هنا متصل جنب قريب من عطارد ده الحالة الوحيدة إن مشتري الرابع في التوافقية بيؤدي إلى قيام حياة زوجية طال الزمن أو قصر لأن المشتري عندها في وضعية الاستيشن ده ده الحاجة الوحيدة إن هو بيشوفها إن هي بتدي له طاقة إيجابية بيشوفها إن هي بتدي له أفكار جديدة بتفتح له آفاق فكرية ده, ده الحاجة اللي ممكن أنت تقول إن هما ماشيين مع بعض فيها غير كده أنا والله ما عنديش سبب يعني أنا فتحت الخريطة دي كذا مرة لقيتش سبب، في هنا المريخ في برج الجوزاء، يعتبر مربع زحل ده، ومقابل المريخ اللي في القدس، يعني هل المراريخ المتقابلة تتجذب جنسيًا يعني مثلًا؟ طب تجاذبتم جنسيًا. تقطعت العلاقة وعدت فترات وطلع فضايح وطلع كلام انه بيخون ديانة مع كاميلا وبيخون ديانة مع كاميلا وطلق ديانة وبعدين ديانة مشيت مع محمد دودو الفايد وبعدين حملت منه وبعدين عايزة تدخل الاسلام وخلط نسب وما خلط نسب وتك تك قتلوها في فرنسا فنشوها الموساد الاسرائيلي وطبعا يا الله العظيم يعني الموساد الاسرائيلي هيخلي واحد مسلم يتجوز واحدة حاملة العرش تاني يوم بريطانيا تحارب مع المسلمين ضد اليهود اكيد يعني مش هيسمحوا بحاجه زي كده المهم المهم انا نفسي فاتح الفيديو ده عشان اقول انا مش عارف مش عارف هم ليه مشوا مع بعض الا لاسباب بسيطه يا دوبك جونو والمشتري وده حاجه مش مقنعه عطارد والمشتري وعطارد والشمس والمشتري وده حاجه برضو انا ما اقنعتنيش بصراحه المراريخ متقابله مع بعضيها ومع ان المفروض ده ما يعني مش محفز ودي ودي خريطه توافقيه من من سله الزباله كيف خريطة زي توافقية زي كده شغالة وكيف هم قاعدين بيحبوا بعض أنا مش عارف أكيد بي... بيتخانقوا مع بعض كتير بس لو جيت شفت هتلاقي إن الاتصالات الإيجابية في خريطة ديانة مع تشارلز أكتر من الاتصالات الإيجابية هناك يعني لو جيت شفت هنا كده أهو لو إحنا جينا يعني نعمل نفسنا إن إحنا بن محللين بقى بشكل جبار تعالى كده إحنا نيجي من هنا كده أهو لحد هنا كده أوكي أوكي هنيجي من هنا كده أهو أو نيجي كده 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 لحد هنا كده ونشوف ايه الاتصالات الايجابيه وايه الاتصالات السلبيه في القصه الحمضانه دي في كم اتصال ايجابي مع ديانه ديانه في واحد 2 اربعه خمسه سته سبعه تمانية, تسعه عشره في 11 اتصال ايجابي بس في ملاحظه ان الاتصالات الايجابيه كلها اتصالات تسديد يعني ضعيفه والاتصالات السلبيه واحد 2 ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه اتصالات سلبي يبقى 8 سلبي ماشي انت محتاج تعد الايجابي ان الواحده مش بواحده محتاج تعد الايجابي انه ال... انه التسديس نصف سعيد فهتقول 1 2 3 4 5 6 7 هتلاقي ان 7 ايجابي هتلاقي كده انه نعمل هنا اللون مثلا اسود وانا اوكي ونيجي كده كده نقول 7 ايجابي يعني السلبي اكتر من الايجابي، وبرضه هناك في خريطه الزفت الثانيه برضه السلبي اكتر من الايجابي، لو حسبت ان التسديس باتصال سعيد هتلاقي ان الايجابي 11 والسلبي 8، والمفروض المفروض المفروض ان فلكيا ديانه اكتر توافقا مع تشارلز من كاميلا، المفروض. الا لو في تواريخ ميلاد غلط او في حاجه غلط، وحتى ده, ده مش كده وبس، ده ده, ده طلعها كمان في البيت الخامس. يعني طالع البنت في البيت الخامس فهو يعني هي بتحاول ان حياته حياة البنت حياة ديانة في فرح تشارلز ومع ذلك ما زبطتش كيف انه تشارلز ما زبطش مع ديانة انا مش عارف الله هل لانه كان بيحب ديانة قبل مش عارف والغريبة ان دي مشتراها متراجعة في البيت السابع وما زبطتش جاب منها عيال اوكي بس ده, ده مش معناه انه في حب هل لان هي زحلها في البيت السادس فكانت هم هل زحل في البيت الاول لا احلى يعني دي زحلها حالها في سادسه ودي حالها في بيته الاول الفرق فيما بينهم كم دي 1948 ودي 1961 يعني ده كام سنه كده الخمسينات الفرق فيما بينهم حوالي 13 سنه تقريبا من 48 ل 61 حوالي 13 سنه هل لانه شاف ان البت دي اصغر منه وقعدت تدل عليه وانه جواز تقليدي يعني او ان هو ما كانش موافق عليها ما هو ما اتجوزوش بعض عن حب هم حبوا بعض انا ما اعرفش هم حبوا بعض ولا لا يعني هو خدك ما اعرفش هو كيف اتجوزها هو كده وخلاص يلا يلا هوب الجوازه فما ما اعتقدش ان فيه انه انه يعني انه كان يحب واحده ويحب الثانيه وطلق دي في في لخبطه يعني في في شيء غلط لكن هنا في اتصال صعب في الخريطه مع ديانة في اتصال صعب اقتران المريخ وزحل ده ده في حد ذاته قادر على نس على نسف كامل الخريطه ممكن ان ان زحل في البيت السادس ده برضه صعب يعني في اوضاع صعبه جدا في الخريطه هنا مع مع المره اللي اسمها ديانه دي فالمريخ اقتران زحل وزحل في البيت السادس يعتبروا هم اسوا مؤشرات في الخريطه التوافقيه فعشان كده ما ظبطش مع ديانه ومع ذلك ظبط مع المره الثانيه اللي اسمها كاميلا ايه اللي في خريطه كاميلا يخليه يظبط معاها اكتر من ديانه انا لحد هذه اللحظه مش مقتنع قوي يعني ما عنديش قناعه كبيره الا انه ن... النحس بتاع ديانه اكتر من النحس بتاع كاميلا يعني هنا لو انت جيت شفت لو جيت شفت مع مع كاميلا مفيش نحس كبير مفيش نحس كتير يعني مفيش النحس بتاع زحل والمريخ يعني المريخ هنا يعني مقابل المريخ اوكي اخف والله يعني حتى تربيع المريخ لزحل يعتبر اخف من المريخ اقتران زحل مع ان كله العم من بعضه يعني المريخ ضد المريخ العن من المريخ والمريخ تربيع زحل كله العن من بعضيه فاللعانه متساويه بس ايش يخليه يمشي مع المره دي وما يمشوش مع المره دي انا والله مش عارف يعني انا شفت الفيديو ده كذا مره او انا فكرت اعمل ديك ام الفيديو ده كذا مره ما لقيتش اسباب مقنعه قوي تخلينا اقتنع مش لاقي مش لاقي قناعه بصراحه ممكن هو يشوف انه 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 كاميلا اقرب اقرب اليه في السن اوكي هو ممكن يشوف ان كاميلا اقرب اليه في السن وبتفهمه اسرع يعني هو القصه كلها قصه التفاهم في تفاهم اعترض اقتران المشتري يؤدي الى تفاهم في تفاهمات اكبر هنا في هنا تفاهمات اكبر المريخ اللي كان هنا عند ديانة كان كان مخرب له الدنيا شويه زحل اللي كان هنا في البيت السادس كان جايب له الهم والغم والاكتئاب وجاب له المرض أه لكن ممكن هو بيلاحظ انه انه البنت اللي اسمها البنت اللي اسمها زفتة الطين دي كاميلا أكتر أنوثة هو في وجهة نظره، هو كرجل في وجهة نظره، إنه دي أكتر أنوثة من الـ من الـ من ديانة. فهو معجب بكاميلا أكتر من ديانة في الأنوثة. المراريخ المتقابلة دي ممكن تؤدي إلى تجاذب جنسي أكتر من مريخ العذراء مع مريخ القوس فوجهة وجهة نظر، المشتري جنب الشمس ممكن ده برضه وجهة نظر. إن يعني دي كانت مشتريه في البيت السابع. فما ما كانتش عاملة اتصالات حلوة، حتى وإن كانت عاملة تثليث مع الزهرة اللي في برج الميزان دي، برضه ما ظبطتش العلاقة وماتت ديانة واتطلقت ديانة وبعدين مشيت مش عارف مع مين، و... ما ظبطتش العلاقة. العلاقة لا لم تظبط معانا فدي أو ده أمثلة على خريطة توافقية أنا ما عنديش عليها تعليقات واضحة، وما عنديش عليها يعني ممكن تقول أنا مش مستوعبها، أنا مش فاهمها، في غلط مني، في غلط من إيه بالظبط؟ مش عارف. هل لانه المريخ المرضي مريخه في برج مريخه في برج الجوزاء الهوائي متصل مع الزهره هل ان المريخ تثليث الزهره يكفي ما يكفي ما في واحد يقول لك ان ان الزهره تثليث المريخ ده اتصال يكفي يكفي ليش يكفي انه يكفي يكفي ليش ما يكفي ما انا لا لا ما يكفي انا بقول لك ما يكفي يكفي ان العلاقه تمشي بشكل كويس لا ما يكفي مين اللي يقولك انه يكفي ما يكفي اتصال واحد ما ما يظبطش يعني عايز تخلي ان المريخ ده لما يعمل تثليث مع الزهره اللي في اللي في الميزان يخلي فيه تجاذب ومش عارف وترابط وما ترابط وتجاذب و... والى اخره لا الاسباب المقنعه انه وجد انه كاميلا اكتر نضجا زيه كده بالظبط لانها قريبه منه في العمر هو هي مواليد 47 وهو مواليد 48 ووجدها ان هي قريبه منه في العمر ووجد كمان ان ان مشتريها جنب عطارد في تواصل فكري وبس وممكن ان المريخ مقابل المريخ كل ممنوع مرغوب فيشوف ان الحاجه صعبه وممكن ان هم نفس الطالع يعني هم نفس الطالع مراريخ متقابله مشتري جنب عطارد ومشتري جنب الشمس جونو جنب المشتري بس وهو يمكن من وجهه نظره يشوف ان عندها القمر اقتران الزهره ان هي حلوه في عينه اكتر من ديانة انا ما اعرفش مين الاحلى فيهم في وجهة... بعينه هو شايف ايه احنا مش عارفين يعني هو هل هو شايف ان ديانة اجمل ولا ولا الثانيه دي اجمل ما نعرفش هل هو منجذب لمين عاطفيا وجنسيا اكتر ما نعرفش بس اهو حكمه الله مع البني ادم الرمه الزنخ ده فدي خريطه توافقيه احنا مش فاهمين لها حاجه بصراحه ومش يعني ما حاجه واضحه قوي ما حاجه كده واضحه حتى موضوع ليلث ليلث القمر الاسود ده والهوس وما الهوس والكلام ده تعال نشوف كده ليلث فين ليلث فين القمر الاسود هنا فين القمر الاسود والهوس في العلاقات والهوس في الحب فين فين بقى فين فين بقى تعال كده آه ليلث هنا في الخريطه بتاعه المره دي موجود في برج الجدي يعني هي عندها ليلث في الجدي هو ما عندوش ولا كوكب في الجدي طيب هو عنده ليلث في الحوت وهي ما عندهاش ولا كوكب في الحوت طيب امال ايه بقى يعني احنا فتحنا هنا الخريطه فين فينك يا عم هو عنده ليلث في الحوت طب وهي فين عندها ليلث المره دي المره دي عندها ليلث في الجدي طيب مو متصل بحاجه يعني هي عندها ليلث في الجدي ومقابل كواكبها هو عنده ليلث في الحوت وعامل تسديسات أو تثليثات مع الكواكب اللي في السرطان يا مقنع برضو أنا ما اقتنعت أعمل تثليث مع الكواكب اللي في العقرب أنا ما أنا كمحمد ما اقتنعت برضو ما في شيء مقنع بالموضوع ده أنا مش عارف تعال نشوف كده مع ديانة مع ديانة لا مو ده تعال هنا كده تعال شوف لي مع ديانة أوكي فين ليلث ديانة نسحب الشاشة كده اهو هنلاقيه موجود في برج الأسد، أوكي؟ ليليث هنا في الأسد، وهنا ليليث في الحوت، طيب وبعدين؟ ما في بينهم اتصال، أوكي؟ لأن هم ولا محور واحد ولا أي حاجة، ولا مقترنين مع أي حاجة، يعني هنا ليليث مقترن مع بلوتو، برضه ملوش معنى، متصل مع مين ليليث؟ متصل مع الشمس، برضه ملوش معنى واضح، مش مقترن مع كوكب، هل هو شاف آه، ليليث في بيتها الاول مشكله طب ما دي عندها زحل في بيته الاول في الاسد ما عندها زحل في بيته الاول اشد من ليليث في الاسد في البيت الاول في حاجات مش مفهومه في الخرائط دي انا نفسي عمال ادور الشمال يمين اتنطط مش عارف الخريطه دي كيف ماشي مش لاقي اسباب مقنع انا محتاج سبب مقنع انا مش عايز اي اسباب انا عايز اسباب مقنع آه، فالله اعلم بقى. الله اعلم الدنيا دي كيف ماشيه الله اعلم كيف هم متوافقين الله اعلم ليش هو ماشي مع ديانة مشي مع كاميلا اكتر من ديانة احنا مش عارفين اللي عنده تحليلات واضحه في الخريطه وعنده يعني وعي اكتر او فهم اكتر يقول مش مهم النسوان يعني مش مهم كاميلا بتحبه ولا ديانة بتحبه ده مش م... هم اكيد كده كده وزفت الملك فهو كده لازم يحبوه او الامير ابن الملك لازم يحبوه ولي عهد الملك المفروض يحبوه او ولي ولي العهد المفروض يحبوه المفروض طبعا هو الملك القادم للدوله فاكيد لازم يحبوه فما ما تفهمش بقى ايه قصه الو... الادمي ده ما تفهمش ايه قصته في الحياه انا انا نفسي ما عنديش اي تفسير فكرت كتير عصرت مخي آ... عصرت طيبه قلبي ما مش لاقي حل فاللي عنده حل يشوف الحل في تيك ام العلاقه دي وشكرا